رد بالك يوتيوب عامرة بالأخطار، وخاصك تكون مهيئ باش تستعملها. تقدر توصلك للحبس، تقدر تضرك نفسيا، توصلك أنك تدمر الأسرة ديالك، المجتمع ديالك، وتقدر توصلك حتى للموت. هذا الفيديو غنقترح عليك بعض الطرق كيفاش تحمي راسك من هاد الأخطار. بقى معايا. مرحبا بكم في قناتكم سامية فرحان، باش نتحاوروا بكل موضوعية وعقلانية في مواضيع اللي تتهمنا جميع. وما تنسوش ديروا شير ولايك وسبسكرايب، حطوا القليب والجرس وشاركوها مع الأصدقاء. سو اليوتيوب هي منصة لمشاركة الفيديوهات، فيها فيديوهات إيجابية اللي يمكنك تتعلم منها أي حاجة بغيتي، وكذلك فيها أشياء للترفيه و فيها سلبيات، فيها مواضيع اللي تضرب في عمق تدمير الشخص والأسرة والمجتمع. فاحنا سنتكلموا على هذا النوع ديال المحتوى، وكيفاش الإنسان يحاول أنه ما يطيحش في الخطة ديال تدمير العقول. أول حاجة أن الإنسان خصو يختار المحتوى بحذر، ما يمشيش يتفرج في أي حاجة، ما يكونش مستهلك عمى فاقد الحواس ولا حتى العقل. أي حاجة تحط قدامه تيمشي لها ويستهلكها، وتيولي هو تيتحكمو فيه عقول أخرى وأفكار أخرى من وراء الشاشة. ثاني حاجة هو أنه يتعلم يتحكم في الوقت دياله. الوقت هي واحد الاستثمار، واحد الحاجة غالية ميمكنش لك توضعها في أي حاجة وتخرج أنت فاضي ما عندك حتى حاجة مستفد منها. أوكي، إنسان خصو يحط الوقت دياله في المكان المناسب ويستثمره باش يرجع ليه بواحد الإيجابية. كذلك التفاعلات في اليوتيوب، كان عبر التعليقات في المنصات، أي طرق تواصل في اليوتيوب. فإنسان خصو يحدد هذوك النوعية أنها ما تكونش سلبية، وما يدخلش مناقشات اللي ما ستزيدش بالإنسان القدام، لا الإنسان اللي تيتكلم ولا الإنسان اللي الخطاب موجه ليه، أو ما تكونش واحد النتيجة. فإنسان خاصو يدير ستوب ويدير مراجعة، ولا من أحسن ما يدخلش حتى يدرس هذاك التدخل وكيفاش يمكن لي يدخل وباش يكون واحد تأثير إيجابي. كذلك أن الإنسان عنده الحق يتحكم في الاقتراحات، لأن اليوتيوب هي تتاخذ واحد ردة فعل لما تتفرج. إلى اقترحت عليك شي مقاطع فيديو، بعد مرات تسولك شنو الرأي ديالك في هذا الفيديو. فانت إلى ما عجبكش هذاك الفيديو ولا لا يناسبك، أعطيها أنك لا يناسبك وما بغيتيش هذا النوع المواضيع، باش ما تقترحهاش لك مرات أخرى. حاول كذلك أنك توضع ميزة تشغيل آمن أو سيف مود في اليوتيوب، باش تحاول تحمي راسك من أي يعني انهم يقترحوا عليك شي حاجه اللي انت ما باغيهاش. احسن فعاليه اللي تعجبني في اليوتيوب وهو الابلاغ عن المحتوى المخالف، معناتها لما عجبتك شي حاجه شفتها ماشي تلهي وما تتناسبش القوانين ديال اليوتيوب، دير على ابلاغ، دير ابلاغ على هذيك القناه. ياك المهم، هذه بعض من الطرق كيفاش يمكن لك تحمي نفسك والناس اللي دايرين بك، وكذلك غتلعب دور في حماية المجتمع، لأنك غتحد من المشاهدات ديال واحد المحتوى اللي الغرض ديالو هو ضرب في عقول الناس والتأثير عليهم وتوجيه المجتمعات لواحد الأفكار اللي هي شادة. فنتمنى نكون فدتكم بعد الأفكار. إلى عندكم أي اقتراحات شاركوها معنا، وإلى لقاء آخر وموضوع آخر. وما تنساوش ديروا اشتراك، تفعيلوا الجرس وشاركوا القناة. يلا ما تمشوا فيه.